تدمر الضيعة انت. ما في شي تاني بدك تدمرها. وانا بتوقع انه مدارسنا رح تصير اكبر واحسن، وانه مدينتنا رح تعمر بالقصور، وطرقاتنا رح تعجق بالسيارات الفخمة، وانه افخم المتاجر رح تفتح بوابها بشوارعنا الرئيسية. اذا طريقكم الوحيدة لتقتلوا هي بقتل الحريات وبالشعارات المزيفة، ابولا بتلم المليان فلتدمر فليفنى شعبه.